نعم زميل مدحم، صباح الخير. بس أقبلك بابتسامة جميلة، بتمم ما كان فيه يحكي فيه الكابتن قبل قليل في الاستوديو. بنصب على السادة المشاهدين بصباحات جميلة مرة أخرى من لواء بني كنانة. احنا موجودين معكم مشاهدينا وعلى الهواء مباشرة من منطقة سحم كفرات التي تقع على أقصى شمال الأردن. طبعا مشاهدينا هذه المنطقة هي أحدى مدن الغساسنة، بتمتاز بطبيعتها الجميلة وجبالها وتلالها، وأيضا تمتاز بزراعة الزيتون، ويوجد فيها أقدم أنواع أشجار الزيتون، بالإضافة أن يوجد فيها العديد من العائلات والعشائر الأردنية، وبالإضافة أن هناك بعض المعابد والكهوف القديمة والبيوت التراثية اللي تعتبر إرث تاريخي وهوية تراثية لهذه المنطقة، واللي بتدل على أصالة وعراقة هذه المنطقة. ومن أهم وأبرز هذه المعالم اللي راح تتعرف عليها بعد قليل مع الأستاذ مظهر الطيار، وحرفنا أكثر على المنطقة. تفضل أستاذ مظهر، صباح الخير. صباح الخير. الله يصبحك بخير. أجواء جميلة صباحية لطيفة. حابين تعرفنا بالبداية أكثر على منطقة سحم كفرات. الله يحييكم، شرفتونا في بلدة سحم الكفرات، شرفتونا في الزيارة الحلوة اللي نعرف مشاهدينا الأكارم وفي ربوع وطننا الجميل على منطقتنا الحلوة والرائعة في تاريخها الحضري وتاريخها ومواسمها الزراعية وإطلالاتها الجميلة في هذه المنطقة. أكيد. طيب خلينا نبلش بالبداية، تحكي لنا إحنا وين، تعرفنا أكثر على المنطقة والمناطق المحيطة فيها. إحنا الآن منطقة سحم الكفرات بلواء بني كنانة، آخر قرية في شمال الأردن، محاذية لنهر اليرموك. من الجهة الغربية في عندنا بلدية ملكة بتحدنا، وبالجهة الشمالية أقصى الشمال اللي هضبة الجولان المحتلة، ومن الجهة الشرقية اللي هي بلدة عقربة والرفيد وقرى الكفارات. نعم. حابين تعرفنا أكثر أستاذ مظهر على أهم وأبرز المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة. هاي المنطقة هي واحدة من المدن الغساسنة كانوا موجودين فيها، تعرفنا أكثر على التاريخ العريق والبارز لهذه المنطقة. نعم صحيح. سحم احنا في تعاون بيننا وبين الجامعة الهاشمية مع الدكتور محمد وهيب. نعم. فيعني عمل دراسات وبحوث وأكد أنها سحم فيها هي منطقة فيها من الإرث القديم اللي هي من العهد اليوناني ومن العهد البرونزي الثاني. يوجد لدينا قلعة أو حسن قديم وفيه اللي هو سبيل الماء العين القديم اللي كانت تغذي الوديان، وهي كانت معلم من أهم معالم البلد لغاية العصور، يعني لغاية السبعينات كانت أهم معلم، منها تنطلق الاحتفالات ومنها تنطلق الأعراس، الحمام العريس القديم والزفات والبهارج الحلوة اللي كانت إحنا تراثنا اللي عايشينها. في عنا المسجد العمري من بدايات العهد الإسلامي في المنطقة، عندما يعني لما أجوا الجيش الفاتحين معركة اليرموك، أول كان معلم إحنا عارفين كمسلمين كان أهم شيء بناء المسجد، ولا زال قائم وتقام الصلاة فيه بعد عملية ترميم احنا عملناها السنة الماضية. نعم. في شباب مبادرة سحم للتحديث والتطوير كانت بنوا بترميم المسجد كما اذا بتشوفوه. نعم. نعم. وفيها المغر القديمة. نعم. هاي بتعود عهد للغساسنة وللعهد البرونزي الثاني. نعم. تحكي لنا شوي أستاذ مظهر عن الكهوف والمعابد القديمة، لإيش كانت تستخدم والدلائل اللي موجودة فيها الآن حتى نعرف عليها الناس أكثر. هي كانت للسكن، سكن، ووجد فيها يعني بعض قطع أثرية ودلائل وقطع فخارية تعود للعصور الإسلامية، تعود على العصور البرونزية. نعم. الثانية، وتعود للعهد الأموي، وفي وجد بتعود للعهود المملوكية والعصر العثماني. طبعا هي البيوت القديمة اللي كانت احنا ما راح نشوفها من المنطقة هاي، بس ما زالت. نعم. هي تجمع البلد كان في المنطقة بين الواديين هذولا اللي حول الماء. نعم. احنا زميلنا الان محمد الزعبي بيستعرض هالمنطقة لحتى يعرف عليها الناس اكثر ويستمتعوا معنا بهالإطلالة الصباحية. استاذ مظهر، حابين تحكي لنا عن الواقع الزراعي في هذه المنطقة اللي بتشتهر بأرضها الخصبة وتوفر مناخ فريد فيها وايضا معدل امطار عالي، تعرفنا عليها اكثر. والله احنا بنمتاز هنا بثلاث مواسم رئيسيات، مواسم اللي هن الاشجار، بدايه موسم الجوافه، بعدين بالفتره يعني موسم الجوافه بلش من شهر 7،
بعدين بلش عنا اللي هو موسم الرمان، وبعدين بلش أهم موسم، موسم الزيتون. وأنتم تعرفوا يمكن موسم الزيتون زيت سحم الكفارات علامة مميزة أكيد. صار أكيد، وبتمتاز فيها من أقدم أشجار الزيتون في المملكة، ولا زالت قائمة في منطقة، لا زال قائمة، يعد من 4000 سنة وطالع، 3000-4000 سنة قدر بأعمارها. نعم. طيب أستاذ مظهر، تعرفنا أكثر على العائلات والعشائر الأردنية الموجودة في هذه المنطقة. والله العائلات عندنا احنا عدد كبير من العائلات، يعني عائلة الطوالبة، عائلة الغوانمة، الخزاعلة، العمور، عائلة الطيار، والدعابسة، اليوانسة. احنا يعني نعتذر انه نسينا عدد من العشائر، مش تقصير في حقهم ولا شيء، بس نعم. ما بسعفنا الذاكرة هلا. أكيد أستاذ مظهر، من أهم وأبرز المعالم المعروفة فيها بمنطقة سحم كفرات البيوت التراثية القديمة اللي كانوا أهالي هذه المنطقة من شيوخ وجهاء عاشوا فيها في القدم ولسه موجودة محافظين عليها، تحكينا عنها وكيف بتعكس تاريخ وحضارة وعراقة هذه المنطقة. والله في بيوت إحنا للأسف يعني فقدت كثير عنا بيوت، بس لا زال في بيوت قائمة، اللي هو مثلاً اللي هو بيت الحج خلف الطوالبة. نعم، هي قدامنا، هو من المضاف. أعتقد يعني إذا زميل محمد الزعبي وفينا بالكاميرا التل هون اللي قبالنا، فيه كثير بيوت تراثية قديمة. نعم، في كمان مغر وفي بعض المعابد القديمة اللي أيضاً نوجد فيها بعض الدلائل القديمة. تفضل أستاذ. سيدي يعني هاي المنطقة هي تجمع البلد القديم عبر التاريخ. هي سلسلة التاريخ يعني من هالمنطقة هاي على التلة، هاي على التلة هاي بين بالوادي هذا اللي حول الماء، وانت عارف يعني تجمع الماء هو تجمع الماء. الناس أكيد. والقلعة القديمة منه فوق كانت هي لحراسة المنطقة، كون الوادي هذا من هون بنزل لنهر اليرموك، هو طريق كان لبلاد الشام أو لفلسطين والشام. الوادي كانت منطقة رقابة عسكرية ومنطقة حراسة للوديان، وهي تجمع الرئيسي للبلد، منها انطلقت البلد مع التوسع العمراني ولا هذا. احنا هذي. نعم، شكرا لك، الله يصبحك بالخير. الله يصبحك، شكرا صباحك. شكرا، الله يعزك. شكرا، الله يعطيك العافيه. الله يعزك. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشره من لواء بني كنانه، وبالتحديد من منطقه سحم كفرات. تعرفنا اكثر من خلال الاستاذ مظهر الطيار على هذه المنطقه الرائعه، واللي تمتاز ايضا بسحرها وجمالها الطبيعي الخلاب بجبالها وتلالها اللي استعرضناها معكم قبل قليل. تعرفنا اكثر على اهالي المنطقه واهم وابرز المعالم اللي بتدل على عراقة وأصالة هذه المنطقة العريقة. والآن راح نرجع لاستديوهات برنامج يوم جديد، وبعد قليل إن شاء الله حكون إن أطلالة أخرى من هذه المنطقة. خليكم معنا وتابعونا، صباحكم سعيد.